عاهد ربه أن يحب الناس كل الناس أحبهم فأحبوه، عاهد ربه أن يحترم الكبير والصغير واحترمهم فاحترموه، عاهد ربه أن يخدم بلده بتفان وإخلاص في جمعية المياه وكرئيس لمجلسها المحلي من 1972 حتى 1983، وكان شعاره دائما أن صاحب المنصب والوظيفة خادم للناس وليس سيدا عليهم. وفي تعامله مع المنافسين ومع من يحاول الإساءة إليه كان مثله متمثلا بقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعلم من أعلامها وعلى فقدان شخصية وطنية أعطت الكثير لبلده سخنين والوسط العربي عامة. أبو الأدهم كان بالنسبة لي معلما ومربيا ورئيسا وقدوة، فقد كان محبا لبلده وشعبه وكان خادما للناس، فبنى المدارس وشق الشوارع وترك بصمة في كل ركن من أركان هذا البلد. المرحوم أبو الأدهم كان من صانعي يوم الأرض الخالد، فوقف تلك الوقفة الشجاعة الوطنية أمام السلطة وأمام سياسة المصادرة الأرض، فربط اسمه باسم يوم الأرض. بلدية سخنين لن تنسى فضلك وستخلد ذكراك باسمك ورسمك على مؤسسات هذا البلد الطيب. إن المرحوم وإن مات فستبقى روحك بيننا وستبقى ذكراك خالدا ما حينا، ولنا العزاء في أبنائك وذويك، وأن تكونوا خير خلف لخير سلف. وأخيرا باسمي واسم أهلي في سخنين جميعا نشكر جميع من شاركنا حزننا ومصابنا، رحم الله فقيدنا، وإنا لله وإنا إليه لرجعون. ورفيق دربه في النضال من أجل الدفاع عن الأرض وتحصيل حقوق أقليتنا العربية، عضو الكنيسة السيد حمد بركة، فليتفضل. أبو السعيد موجود؟ السلام عليك أيها الأخ الكبير والمناضل الكبير جمال طربي أبو الأدهم، الذي نودعه اليوم بقلوب يعتصرها الألم وعيون تثقلها الدموع وعقل يرفض أن يصدق، لكن هذا قضاء الله الذي لا رد له. أبو الأدهم بالنسبة لي هو أخ أكبر وصديق مسيرة، وأذكر ذلك اليوم في 25 من آذار 1976 عندما حاولت السلطة الحاكمة في إسرائيل عبر أعوانها أن تتخذ قرارا في اجتماع عقد في بلدية شفا عمر بإلغاء الإضراب التاريخي المفصل الأساسي في حياة شعبنا العربي الفلسطيني الباقي في وطنه في الجليل والمثلث والنقب والساحل. حاولوا إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا ليوم الأرض في 30 أذار، واعتقدوا يومها أنهم بأغلبية مصطنعة يستطيعون كسر إرادة
قادة الناس، فوقف في مواجهتهم ثلة من الشرفاء من رؤساء السلطات المحلية الذين أصروا وقبضوا على قرار الإضراب كالقابض على جمرة، وعددهم 11 كوكبا، 11 رئيسا. وكان من بينهم طيب الذكر الرفيق القائد توفيق زياد الذي رحل عنا في مثل هذا اليوم بالضبط قبل 18 عاما في 5 من تموز عام 1994. وكان من بينهم معلمنا وحبيبنا القائد الوطني الذي نودعه اليوم جمال طربيه أبو الأدهم. وكان من بينهم من يجلس بيننا هنا أطال الله في أعمارهم، وأخص بالذكر الحاج يونس نصار أبو كرم، والأخ أبو إياد رئيس مجلس دبوري أحمد مصالحة. واليوم على مسافة هذا الزمن أذكر ذلك اليوم عندما انتهى الاجتماع، وكانوا يعتقدون أنهم بشرطتهم وقمعهم وبأغلبيتهم المصطنعة قادرين على كسر الإضراب، فكانت الأغلبية المتعاونة مع السلطة مضطرة أن تغادر القاعة من الباب الخلفي. أما أبطال شعبنا ومن بينهم توفيق زياد وأبو الأدهم وكل الإخوة فخرجوا على أكتافنا مكللين بغار العزة، وصنعنا يوم الأرض وصنعوا لنا يوم الأرض. وأبو الأدهم هو الرجل الذي تجد بصماته في كل مفترق من مفترقات الدفاع عن أرضنا منذ ذلك اليوم بحكم كونه رئيسا لمجلس سخلين المحلي في حينه. هذه المدينة التي قدمت 3 من كنا على مقاعد الدراسة، وعندما أنهينا الثانوية كان أول تنظيم ومؤسسة هي جمعيات التعاونية للمياه، وكان هو سكرتير جمعية سخنين المنى، وكنت أنا سكرتير جمعية عرابي الندى. وبعدها أقيمت المجالس المحلية، وكان أول منتخب أول عضو لمجلس أول مجلس منتخب سنة 68، وكنت كذلك في نفس السنة. والتقينا بعد ذلك في رئاسة المجلس المحلي، في رئاسة المجلس المحلي يوم الأرض، حيث كان يتسلم المسؤولية وكنت نائبا، وكان له موقف متميز. كان الطرف الثاني يبني عليه بأنه موظف الاستدروت وأنه لا يقف المواقف الوطنية، ولكن جمال طربي بطبعه وأخلاقه وتربيته ووطنيته اختار الوقوف إلى جانب شعبه، فكان له موقف، كان له تأثير على كل جماهير شعبنا. انتقل ليقف مع شعبه يوم الأرض، وتاريخه طويل ولن أطيلك. مضايقات السياسية والاجتماعية لم تلن أبدا، آمنت بالذي هداك الله إليه من عمل وجد واجتهاد، كنت البشوش في الأزمات تسامح من أساء إليك. الرئيس الأخ جمال طربيه، البارحة جلسنا وتجاذبنا أطراف الحديث عن التطورات التي واكبناها والنقلة النوعية في التي واكبت بلدنا سخنين على مر السنوات منذ كنا صغارا وكافحنا واجتهدنا. أيها الصديق العزيز، لا أعزي أحدا، وإنما أعزي جميع أهلك وبلدك وشعبك، لأننا فقدناك رجلا معطاء سموحا ومتسامحا. أيها الرجل، الرجال قليل. وأخيرا وليس آخرا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. عملت مع مجموعة من المخلصين لإيصال المياه لهذا البلد، ولاحقا لإيصال الكهرباء. كنت معلما متسامحا تنمي شخصية الطالب
وأصبحت رئيسا للسلطة المحلية وخدمت بلدك جميعها دون استثناء، وكنت نموذجا للرؤساء في حسن التعامل والتسامح. وجاء يوم الأرض عام 76 فكنت صادقا بوقفتك ولم تتراجع حين مارست السلطة ضغوطا لمنع الإضراب. نعم أبو الأدهم، لقد شرفت سخنين بوقفتك مع الإضراب ووضعت سخنين على رأس قائمة البلدان الوطنية. كنت من مؤسسي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قطريا ومحليا لتساهم بصياغة سياستها حتى يومك الأخير. أخي أبو الأدهم، عرفتك رئيسا وعرفتك نائبا لي وقائما بالأعمال، إذ ساد التفاهم والأخوية ومصلحة البلد في كل مواقفك. انظر يا أبو الأدهم، هذه سخنين التي أحببتها تبادلك الحب وتعتصر ألما لفراقك، سخنين لن تنسى الشرف. والمدافع عن زملائه منذ أن كان في الصف الثالث ابتدائي، وكذلك دافع عنهم وهو طالب في المدرسة الثانوية، وهذا الأمر سبب له الكثير من المشاكل، ولكن في نهاية المطاف كان أول من افتتح مدرسة ثانوية في سخنين بصفته رئيسا منتخبا لهذه البلد العزيزة. معلمي وأنا في المدرسة الابتدائية، وتعلمت منه درسا في الوطنية، وبالذات عندما كنت بالثانوية سنة 1976، عندما تفجر شعوره باجتماع شفاء عمر لرؤساء السلطات المحلية العربية، حيث وقف بجانب الشعب والجمهور مع قلة من القادة الوطنيين وعلى رأسهم طيب الذكر توفيق زياد. كان يقف بجانب الفقراء والمحتاجين. عشرات السنين التي وقفتها لجانبك وأنت القائد، نبكي من أجل هذا البلد في خندق واحد بقلب تقي نقي صادق أمين. لا أنسى عندما أوقفوك في المحكمة يوم الأرض، ووقفت في المحكمة كالطود الشامخ تقول أن سخنين قطعة من كبدي وشريان من شراييني غالية عليها، سندافع عن أهلها وعن ترابها وعن حجارتها، فها هي حجارة سخنين تبكيك ويبكيك ترابها ويبكيك أهلها وتبكيك الأصالة وتبكيك التضحيات. نم هادئ البال أيها الخال، سنسير على دربك وعلى خطاك أيها المعلم الفارس. إن فراقك لخسارة فادحة لا تعوض، ولو غاب جسدك عن الأنظار سيظل طيفك الجميل في الأبصار. لقد كنت شعلة على علم تضيء لنا الطريق، فانطفأت تلك الشمعة ولكن ذكراك لا ينطفئ. ما هذا الحزن الكبير الذي حضر اليوم لوداعك إلا وفاء للمحبة والأمانة والإخلاص. اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم ثبته عند السؤال واجعله من أهل الجنة، له ولعامة أموات المسلمين منا ثواب سورة الفاتحة. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه.